البطوله هذه فيها جزئين، فيها الصعود على منصة التتويج بالنسبه للعناصر المستهدفه للترشح للالعاب الاولمبيه على غرار كان بن هنيه هو بحذايا غفران بالخير ايمن باشا وبعض العناصر الاخرى اللي يمكن يكون عندها امل في الوصول الى باريس 2024، وفما عناصر اخرى شابه اللي نجم نقول لك اول مره شاركت في تظاهرات دوليه. بالنسبه للارقام يعني قاعده ستوندار، وانت تعرف راهو على مستوى المشاركات بتاع الرياضيين تنجم تحدث معك بعض المشاكل قبل المسابقه. مثلا نعطيك ان اكزامبل، كان بن هنيه في اوج التحضيرات وقبل المسابقات وتو هو يجاوب يمكن وحده تعرض الى اصابه على مستوى الفخذ. ما سمعناش بها. اي ما حبش نحكي. علاش ما حبيش تحكي كرم؟ نحب نحكي الساعة على هو انت اكيد مبروك عليك الميدالية الذهبية ثلاثة ما شاء الله كونفيرماسيون، وانت ديجا مصر ما كنتش حاضر، كانت عندك الإصابة في ديسمبر وما كنتكش تمشي لبطولة العالم. جو ميرسي اللي انت في البطولة هذيا كنت حاضر. هذاك علاش يعني قبل الشامبيون دافريك نتاع مناول جاتني إصابة قبل الكومبيتيسيون، فعملت لي ريم وكل شيء وقالوا لي لازمك ترتاح، معناتها إذا كان باش تلعب لأفريقيا راك باش تضرب أكثر. فالمرة هذه حضرت كوم الفو وكنت حاضر بالباهي حتى بالارقام عندي مسجلين، لكن قبل الكومبيتيسيون كيف كيف تقريبا 20 يوم ضربتني ساقي، معناتها صارت لي اصابه لوجعتني على الاخر وطيحت في الريتم على الاخر. وبيني وبين روحي الحقيقه نقولها حتى توا لاني ما حبيتش نحكي عليها، لاني اذا كان باش نعمل لي ريم فما ريسك يقولوا لي ما تلعبش، واني في بيني وبين روحي حاب نلعبها، حاب نكون في بلادنا. ما خديتش ريسك هكا، لا قدر ربي. ما لا قدر ربي كان. لاني حاب نلعب في بلادي، حاب نلعب. اوبليجي عليا باش نلعب، والناس مستنى في لي ميداي هذيك، فنجم نعرف روحي نجم نجيب لي ميداي دور بتاعي. لكن في الارقام لي ميداي دور نجم نجيبهم، لكن الارقام اني اذا كان باش نوصل 100% بتاعي ما نجمش، واني عندي اصابه هذه نحكي شخصيا. لكن الهدف الاول بتاعي كونه هو ترو ميداي دور، الهدف الثاني ترشح للعب الاولمبيه بالارقام. لكن احنا ترشح للعب الاولمبيه ما فيهاش كومبيتيسيون واحده، عندنا مازالوا تقريبا 5 كومبيتيسيونات اخرين لازمنا نشاركوا فيهم، وفي الخمسه هذوما نختاروا احسن نتيجه، يعني مازالوا لي 4 سنين ولا 3 سنين وزوز عام الجاي. نجموا احنا في الكومبيتيسيون اللي هي الاوبجيكتيف الكبير في الشامبيونات دي موند في اخر العام، هذيك ان شاء الله نحطوا فيها الباكو وان شاء الله نكونوا حاضرين كوم الفو. وحتى كان ما حضرناش في المونديال هذه مثلا ما عملناش نتيجه، الله لا يقدر، مازال عندنا 2 كومبيتيسيون اخرين، يعني في الخمسه كومبيتيسيونات هذوما ياخذوا واحده برك. يعني تنجم يجي انا نجي تقريبا تو انت دخلت التوب 10 تو معناتها مازلت حاليا مازلت ما دخلتش مازلت لاني في الكومبيتيسيون هذه لي ريزلتا اللي عملتهم الاولى والاولى معناتها ديجا عملت الذب زدت كيلو كيلو باش نعمل الذب، وهذاك الاوبجيكتيف نتاعي من بعد ما نجمش نعطي 100% نتاعي واني عندي الاصابه. وعملت يا ريم وقالوا لي عندك الونغاسيون، فتو حاليا قاعد نرجع بشويه بشويه، قالوا ما تفوتش 80% حسب التنسيق مع الدكتور نتاعنا، وباش نرجع بشويه بشويه ان شاء الله 100% نتاعي.